بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم معلومه وجايزه. معلومه النهارده هي ثلاث صور من القران الكريم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقراها في دبر كل صلاه. سيدنا النبي بيقول سيدنا عقبه بن عامر: قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تعوذ بهن واقرأهن في دبر كل صلاة. علشان كده أصبحت الثلاث سور دول من أذكار الصلاة، يستحب للمسلم إن هو يقولهم بعد نهاية كل فريضة. سؤال النهاردة بقى، ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفلق قال قل أعوذ برب الفلق، يعني إيه كلمة الفلق؟ تعالوا نشوفوا حضراتكم الناس وأهلنا في الشارع هيجاوبونا إزاي. سؤال النهاردة بيقول، ربنا بيقول قل أعوذ برب الفلق، يعني إيه كلمة الفلق؟ لو قلت لك هفتي، وأنا ما بحبش هفتي. هو الفالق الحب والنوى، قادر بمقدرته سبحانه وتعالى، قادر بمعجزاته وقادر على كل شيء. طبعا رب الفلق اللي هو رب الكون كله، اللي خلق الكون وخلقنا طبعا، وليه أفضل علينا، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. ليل ونهار قل أعوذ برب الفلق، يعني هو اللي بيتكلم على الحسن. أيوة، كلمة الفلق بقى معناها إيه؟ مش عارف رب الفلك، يعني هو صعب الكون كله يعني مثلا. بنفكر حضراتكم بسؤال حلقة النهاردة، لما ربنا سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، السؤال بيقول بقى يعني إيه قل أعوذ برب الفلق؟ يعني إيه كلمة الفلق أو من شر غاسق إذا وقب؟ رب الفلق هو الانشقاق أو فالق الحب، يعني إيه هو الانشطار الانشطار أو الانشقاق. ربنا نستعيذ برب الانشقاق فالق الحب والنوى، اللي هو بيخرج النوى من انشقاق البذرة، فبتخرج النوى النبتة من البذرة. وبالنسبة لكل أعوذ برب الفلق، ربنا بنستعيذ بالرب الذي يخرج النبات، إن ربنا يحفظنا من شر إيه ما خلق. بس في الصورة بقى انشقاق، أي معسل في الصورة مش موجود انشقاق النبات في الصورة بقى، معنى الفلق ايه؟ الفلق ممكن هو يكون ايه، فلق الصبح مثلا، الصبح. طب خلينا نشوف كده أستاذنا هيقول ايه. المولى عز وجل بيقسم بالفلق، وهو ظهور الفجر وانشقاق الصبح، ظهور الصبح. فهنا العظمة في كيفية خروج النور من الظلمة. صحيح، جل جلال الله. طيب قولنا بقى يعني إيه كمان غاسق إذا وقب؟ الغسق هنا معناتها غروب الشمس وأفولها وذهاب الشمس بعد ظهورها، يعني الليل لما يقبل بظلامه يعني. نعم، هو ده الغسق. أنا بشكر حضرتك وشكرا جزيلا، هو يعني قال جزء من الإجابة. فضل. إذن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نستعيذ برب الفلق، والفلق معناه الصبح إذا أقبل بضيائه، وغاسق إذا وقب الليل لما يقبل بظلامه. استعيذوا بالله تبارك وتعالى وتحصنوا بسورة الفلق. شوف حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم معلومة وجايزة.